السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بفضلك يا شيخ، أنا أتعامل مع نصارى، فهل علي اسم لو أنا ما بينتهمش فساد العقيدة اللي هم عليهم؟ قدر الاستطاعة، قدر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. يعني بين لهم قدر الاستطاعة. أنا أكتفي بأن أكون نموذج لي كمسلم فقط. نعم. أنا أكتفي بأن أكون نموذج للمسلم الصالح. لا لا لا، هو الرسول كان يكتفي بكده أن يكون نموذج. بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغه عني ولو آية. إذا ترتب على دوت المشاكل. بالحسنى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. شكرا. الله يكرمك.